سعيد في انتقاده للمراقبين الدوليين يقول قبل الثورة كانوا يقولوا انتخابات شفافة ونزيهة. أنا رأيي البسيط وقتها سيد سعيد ربما هم اللي غلطهم أنه ثم أساتذة قانون دستوري كانوا مع المسار وقتها وشرعنوا ذاك المسار. توا من حسن حظ التوانسة ما ثمش أساتذة قانون دستوري يقولوا إن المسار راهو ديمقراطي. سيد زياد مداخلة أخيرة رجعنا. اعتقد انه المنعرج الدولي اليوم تحديدا يعني شهد منعرج خطير جدا. اليوم تقريبا هناك ثم حدثين مهمين جدا لازم نحكيو عليه. عندك الحدث الاول هو التصريح الخطير جدا 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 وسيكون ما بعده لنائب رئيس الحكومه الايطاليه ميلوني، النائب نتاعها اليوم قال تصريح خطير جدا، قال انه يعني عمليه دخول المهاجرين يعني من حدود التونسيه الى ايطاليا هو بمثابه اعلان حرب، واستعمل هذا المصطلح حرفيا، قال هو بمثابه اعلان حرب. يعني اليوم ايطاليا تقريبا هي اخر معقل واخر حليف لقيس سعيد. نعم. داخل الاتحاد الاوروبي ايضا استفاقت من الوهم انه قيس سعيد رجل يفي بعهوده، لانه تقريبا ميلوني ايضا اكتوت بنفس النار اللي اكتوى بها المحيطين بقيس سعيد الكل، لانه قيس سعيد رجل ما يخدمش مع المجموعه، هو يخدم بالمجموعه، وعمل هذا بالكل، عمل هذا داخل البرلمان لما كان عنده حزام البرلماني نتاعو اللي فيه التيار الديمقراطي وحركه الشعب وعبير موسي، ما كانش يخدم معاهم، كان يخدم بهم. داخل القصر ايضا المستشارين نتاعو نادي عكاشه والمجموعه هذيك الكل ما كانش يخدم معاهم، كان يخدم بهم. ايضا اقليميا كان يخدم بالجزائر، ما كانش يخدم مع الجزائر، لهذا اليوم الجزائر في قطيع معه. ايضا الاتحاد الاوروبي يبدو انه وعلى راسهم ميلوني استفادت وفاقت من هذا الدرس، عرفت انه قيس سعيد رجل لا يمكن العمل معه لانه رجل غدار ولا يفي بعهوده، لانه انتظر تمويلا اوروبيا لم ياتي. خلينا نشوف الجمله دي، عندما ذهب الى فرنسا وقبل اكتاف ماكرون وقال انه فرنسا لم تستعمر تونس انما حمايه، لانه كان يستبطن رضا فرنسا على الانقلاب. لما انتهى من فرنسا ومن ماكرون اليوم اصبح في قطيعه مع فرنسا، واصبح اليوم بعيد تماما فرنسا، ويقول فاكتم من المناسبه لا فرنسا كانت مستعمره تونس، اللي هو كان يرفض مقوله الاستعمار ويقول انه تونس يعني كانت مستعمره. اكثر من هذا اتصل بالسفير الفرنسي وتبرأ من لائحة الاعتذار نتاع ائتلاف الكرامة في البرلمان، وقال حتى لو انه البرلمان وافق عليها لو جاتني لي انا لن امضي عن عليها ولن امررها الى وزارة الخارجية ولن اعمل بها. علاش؟ لانه كان وقتها ثابت اتصالها يا سيد زياد، ثابت انه اتصل بالسفير الفرنسي وتبرأ منه، ثابت، وهذا صرح به السفير الفرنسي السابق لمجموعة من النواب ومن القيادات السياسية، ثابت، وعندي معلومات أكثر من هذا ولكن في حين ستتقال، ثابت أنه قيس سعيد اتصل بالسفير الفرنسي وقال له، لأنه ما كناش عارفين أنه حركة النهضة باش تصوت ولا، لأنه كانت حركة النهضة في إحراج كبير وفي ضغط كبير داخليا وخارجيا، فانه كان من اللحظات الاخيره مش عارف انه التصويت باش يمشي والا لا، فانه هو اطمن السفير الفرنسي قال له حتى لو كان البرلمان نعم مضرها فانه ما نصوتوش عليها. اكثر من هذا قال في تصريح مباشر لفرانس 24 قال، وتتذكروها بالفرنسيه الركيكه البليده، وقت قال له يعني من يعتذر سيدان، فهمت كي سكسكيوز سكيوز بالطريقه الركيكه جدا اللي قالها، وطلب من فرنسا ما تعتذرش، وتبرأ تماما من لائحة ائتلاف الكرامة، لأنه هو وقتها كان يطلب رضا السلطة الفرنسية. نعم، حتى نختم سيد زياد. أكتاف ماكرون حتى، إذا اليوم خلينا نختم بالجملة هذه، نتذكر جميعا عندما قالت نادي عكاشة أنه قيس سعيد رجل عنده تصلب ذهني، والرجل الذي غير قادر للتعامل مع الناس،
والرجل الذي اصبح خطر ليس فقط على محيطه وعلى الدوله التونسيه، وايضا ولكن اصبح خطر حتى اقليميا، اصبح قيس سعيد خطر على الجميع. هذا رايكم. حفظ الله تونس. جزيل الشكر للضيف هاي سيد زياد الهاشمي النائب السابق والقيادي في تلف الكرامة، والشكر موصول لدكتور زبير خلف الله أستاذ التاريخ السياسي بجامعة ماردن التركية ورئيس مركز الدراسات المغربية التركية. ألتقيكم مساء الغد الجمعة بداية الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. في أمان الله.